في مقولة طبعاً لنزار القباني اللي تقول إنه أنت شخص محظوظ إذا كنت تملك شخص تحكي له تصرفاتك السيئة بدون ما يفكر إنك أنت شخص سيء، ولأنه يعرف جيداً إنه اللي بداخلك أنقى وأجمل. الله الله هاي لنزار مش لإلك. الله الله هي نزار قباني. طبعاً لما بتنصاب بحالة اكتئاب أو ضيق معين أو حالة بتحس حالك مخنوق فيها، بتحس إنه لازم إنك تفتح قلبك لصديقك، أو مثل ما بيقولوا الصديق وقت الضيق. في حياتنا لحظات ممكن تضيق بينا الدنيا، واذا تركناها بداخلنا ممكن انه يعني اذا ضلينا كاتمين بداخلنا راح نتالم اكثر، فلازم نحتاج الى اشخاص نقدر ان نكون وياهم احنا بدون اي تكلف، بدون اي ماسك او بدون اي قناع مثل ما يقولون. اكيد الفضفضه هي شغله من الشغلات الاساسيه ومن الشغلات اللي بحس الواحد فيها مرتاح لما بعد ما يطلع كل شيء بصدره وكل شيء خانقه. فيعني دائما احنا بننصح للانسان انه ما يحبس الاشياء بداخله. كثير من الناس يمكن صابتهم اي امراض كانت بسبب هذا الموضوع، فاليوم رح نحكي بهذا الموضوع اكثر اكيد مع الدكتوره فاديه الابراهيم. يسعد صباحك. اهلا صباحك. اهلا يسعد صباحك. صباح الخير دكتوره. صباح الورد. أهلا. يعني دكتوره اليوم احنا الفضفضه يمكن حكينا بالمقدمه وعبرنا على كثير امور، ولكن هل ما زالوا الاشخاص موجودين بحياتنا اللي نقدر نكون وياهم احنا بدون اي تكلف؟ اكيد طبعا الفضفضه ضروريه للانسان لانها بتعبر يعني عن مشاعره والانفعالات العاطفية والوجدانية اللي بمر فيها خلال يعني حياته اليومية. هلأ مو أي حدا بنقدر نفضفض عن مشاعرنا إله، لازم رحنا. أيوة بالضبط تماما، إنه لازم نختار أشخاص بمعايير جيدة يكونوا مؤهلين إلنا إنه نطلع إلهم مشاعرنا أو نعبر إلهم عن أحاسيسنا وأفكارنا إلى آخر من الأشياء اللي بتدور داخلنا، لأنه هم رح يشوفوا مرآة روحنا أو مرآة أفكارنا أو مرآة قلبنا وأحاسيسنا. أهم ثلاث شروط في هؤلاء الأشخاص، أولاً إنه يكونوا مستمعين جيدين. يعني لما أنت بتفتح أي موضوع، سواء هذا الموضوع إيجابي أو سلبي، مشاكل، أفراح، تخطيط للمستقبل إلى غيره من الأفكار، لازم يسمعوك بشكل جيد ويهتموا للاستماع. في ناس بس بتحكي وأوكي يعني ما بيكونوا مركزين معك. الشغلة الثانية إنه هذا الصديق أو هذا الشخص، سواء صديق، أخت، زميلة، أيا كان، يجب أن يكون يعني بحمل تفكير منطقي وبيكون على درجة من الوعي بحيث ينصحك نصيحة جيدة. حلو. يعني مو إحنا نفضفض بس لأي أحد بنرتاح له، نفضفض لشخص حكيم، شخص موثوق، شخص على قدر من يعني إنه بقدر يساعدنا إذا أعطانا حلول أو أعطانا اقتراحات، هاي الاقتراحات تكون بمكانها. الشرط الثالث والأهم اللي هو إنه يكون ثقة، إنه الأشياء اللي بنحكي له إياها في الغالب رح تكون شخصية، خطط مستقبلية، عواطف، مشاعر، مشاكل مع الشريك إلى آخره. بالضرورة إنه هذا الشخص لازم طبعاً أكيد يحفظ أسرارنا 100%. يمكن هذا النقطة الأخيرة دكتورة فادية بدي أركز عليها، إنه إحنا للأسف ما بنكتشف الناس إلا بعد مشكلة. يعني دائماً بنكون إنه هذا الإنسان كثير غالي على قلبنا وعزيز علينا، ويمكن تكون قليلة كثير يعني الطوش والخناقات معاه، ولكن وقت ما تتخانقي مع هذا الإنسان بيمسكك بالإشي اللي بيضايقك، يعني الإشي اللي أنت فضفضتي فيه واللي حكيتي وعبرتي عنه بيمسكك فيه وبيعايرك فيه. فقديه في ناس مثل هيك يعني ممكن إحنا يعني يكونوا بحياتنا، وقديه بيأثروا كمان علينا، قديه هذا الإنسان رح يأثر علينا سلبياً. يعني أنا مثلاً بدي احكي لكم انه انا حدا من الناس اللي صار معي هذا الموقف، وانسان قريب كثير كثير علي، يعني مش وحده من الناس اللي بعاد، لا وحده كثير قريبه علي، ولكن لما صارت مشكله لقيتها هيك سوت فيي، فهذا الإشي اثر علي شخصيا كثير. فمثلا مثل هدول الاشخاص احنا كيف ممكن يعني انه نتفادى انه نيجي نحكي لهم مواضيعنا الخاصه، مع انه في منهم عن جد بيكونوا قراب، يعني قراب من العائله احيانا، قراب كثير علينا. هلأ موضوع الفضفضة، إحنا مجتمعاتنا كبير وعام، وهذا يعني شيء خاطئ. صح. إحنا من المجتمعات يعني القيل والقال واللازم نحكي ولازم كل شيء بيصير معنا نحكي، ما في خصوصية، يعني ما بنتمتع بشيء من الخصوصية، على طول أي شيء بيصير معنا بيصير وكأننا بدنا نحكي. هلأ هاي الفضفضة إلها قوانين، يعني هي مو عامة، مو أنا حلو الشرط إنه أي شيء بيصير معي أو أي مشاعر بمر فيها أنا أروح أحكي، لا. وافضل انسان او افضل صديق انت تفضفض له هو نفسك، يعني في علم النفس بنقول اكثر شخص هلا بحكي لك افضل شخص بفهمك او بعرف ظروفك هو نفسك.
كيف الكتابة الكتابة الفضفضة عن طريق الكتابة مهم جدا إنه دائما نكتب مشاعرنا، نكتب أحاسيسنا، نكتب شو صار معنا، إيش مضايقنا، إيش أبسطنا، إيش أسعدنا، شو حققنا هذا اليوم، شو بنطمح للمستقبل. بس إحنا نكون واقعيين، شعوبنا مش شعوب كتابة يعني، أو مجتمعاتنا مش مجتمعات كتابة، مجتمعات حكي أكثر. ويعني شيء مو جيد انه الشخص يطلع دائما كل شيء عنده، لازم يخلي شيء لنفسه، يخلي شيء لنفسه. وما الفضفضه لها طبعا ايجابيات، بتخفف التوتر، بتخفف الضغوط، بتحسي انه حمل وخف عنك، بتلاقي حد يشاركك بافكارك، يشاركك بهمومك، فبقل الضغط والتوتر على الانسان، خصوصا السيدات يعني او النساء بطبيعتهم البيولوجيه بيمروا بفترات توتر وضغوطات كثيرة. يمكن راح ننتقل دكتور لهذه النقطة، راح نتحدث ونخصص مساحة واسعة لموضوع انه من الاكثر بحاجة للفضفضة الرجل او المرأة، ولكن ابقى اركز على نقطة انه احنا نكتب. يمكن هواية من الاشخاص يتابعونا الان وراح يستهينون بنقطة انه والله شنو انا اقعد اجيب قلم وورقة واكتب بيني وبين نفسي، ولكن مرات يعني اكو اشياء تكون مضايقتنا، مشاعر ما نقدر نشارك الناس بيها، ممكن نجي نكتبها على ورقه وقلم نخلص نحرق هذه الورقه. صدقا 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 يمكن هوايه اشخاص ما راح يقتنعون، ولكن راح يحسون بشعور من الراحه من بعدها، راح يحسون بشعور من ارتياح غير عادي. اجي الان وانتقل لنقطه من اكثر بحاجه للفضفضه، الرجل او المراه؟ هلا المراه بطبيعتها يعني البيولوجيه بتعاني من توتر وضغوطات اكثر، لانه هرموناتها دائما بتتغير وبتتبدل، فهي سريعه الانفعال وسريعه الغضب وسريعه الحزن وسريعه البكاء وكل شيء اكثر من الرجل، فبتلاقيها دائما بتحب تفضفض اكثر عشان يعني تخفف من احمالها وتخفف من الاشياء او الكبت اللي عندها. بنرجع لسؤالك لما قلتي انه مرات احنا بنحكي، ولانه بنحكي الناس يعني ما بيحفظوا اسرارنا، او انه اذا صار اي خلاف بيرجعوا بيكشفوا هاي اسرارنا او بيستغلوها بطريقه غير جيده. انا دائما بحب الفضفضه للجنس الاخر او للنوع الاخر، يعني اذا الك اخ، صديق، زميل، خال، عم مقرب، اب، الاب يعني مستمع جيدا، دائما فضفض للجنس الاخر بيكون افضل، لانه بيحفظ السر اكثر وبتروح يعني المنافسه، الغيره بين الاناث مثلا، صحيح، المحاوله تصيد الاخطاء بين الاناث، فبيكون افضل دائما انه يكون في صديق او شخص مقرب من الجنس الاخر، بيصير في نوع من الاستيعاب، بس دائما يعني نفس النوع بيضل في نوع من المنافسه والغيره. صحيح. طيب اليوم دكتورة فادية يعني معناته نرجع للسؤال اللي انت كنتي على وشك انك تحكيه، الموضوع اللي كنتي على وشك انك تحكيه اللي هو مين بحاجة اكثر للفضفضة، الرجل ولا الانثى؟ يعني مش عارفة صراحة، يعني بهاي الايام عم بحس انه يعني في نوعيا انه التنين عم بيكونوا بحاجة للفضفضة، بس مين اللي اكثر؟ الاكثر هي الانثى، لاني ذكرت حاليا انه هي بتمر بتقلبات مزاجيه، هي بحاجه اكثر، وهو فعليا الانثى بتحكي اكثر وبتعبر عن مشاعرها اكثر من الرجل. لكن احنا بنقع بغلط كبير في تربيه الرجل او تربيه الذكر في مجتمعاتنا، انه ما بنعطيه مجال او فرصه يعبر عن مشاعره. دائما حتى عيب الرجل يبكي، يعني حتى وهو طفل اذا بكى انت رجل ما بيصير تبكي، الرجال ما بتبكي، او فهو منربيه يعني على شيء من الكتم وشيء من القسوة، وبصير يعني وإذا هو عبر عن مشاعره مثلا حتى لزوجته بنتهمه اتهامات إنها هي مسيطرة عليه أو إنه هو بتشبه بالإناث إلى آخره، دائما منعاقبه إذا حاول يعبر عن مشاعره. لذلك الرجال عندنا يعني يصابوا بالسكتات القلبية أكثر من النساء، لأنه كتر الضغوطات النفسية وكتر الكمت هو القاتل يعني الخفي، انه الضغوطات النفسيه لها ايضا اثار جسديه وجسميه مريضيه، مثل تسارع في دقات القلب، الام في المعده، توتر في العضلات الى اخره. يعني الاطباء بيعرفوا اكثر انه له اثار حتى سلبيه على اجسادنا، كل ضغط نفسي له اثر جسدي على اجسادنا. فالرجال لانهم ما معهم مساحه كافيه بمجتمعاتنا انهم يعبروا عن مشاعرهم، فبتكونوا تحت ضغوطات ومشاكل نفسيه اكبر ومشاكل صحيه اكبر. نعم. يمكن دكتوره هذه النقطه اللي اريد انتقل لها الان،
هواية من الناس يمتنعون عن الفضفضة نهائياً، يتعرضون لضغوطات، لمشاكل، لكثير من الأمور، ممكن من أشخاص عايشين وياهم. لو جينا شفنا على مستوى الأسرة الواحدة نشوف أنه كثير من الزوجات اللي يبقون يكتمون 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 بداخلهم إلى أن يصلون لمرحلة ممكن تصير عندهم تجلطات، ممكن تصير عندهم أمراض. فاليوم ما مدى أهمية الفضفضة إلى حد معين من الجانب الصحي للإنسان؟ الفضفضة نوع من التفريغ، تفريغ المشاعر، تفريغ سواء يعني سلبية أو إيجابية. مرات بيكون فرح داخلنا. هلأ ليه مثلا الصبية لما يصير عندها علاقة عاطفية بتحب تشرك يعني صاحبتها أو تتحدث لها؟ لأنه حتى كمان الفرح والسعادة والحب والأشياء الإيجابية بنحب نحكي فيها أو نشاركها مع أصدقائنا. هذا جيد، كل التفريغ جيد، لأنه أنت شيء جواتك ما بتقدر مرات تحمله. طبعا ترجع لحسب طبيعة الإنسان، في ناس طبيعتهم ما بيحكوا أو بيحتفظوا مشاعرهم لأنفسهم، ما بيحبوا يشاركوا فيها لأنه هم نفسهم قادرين على تحملها. يعني أشخاص أقوياء أو بيعبروا بطرق مختلفة زي الكتابة كما ذكرنا، بترجموها لمشاريع، بترجموها لأشياء مختلفة. أوكي، منحب نفضفض، تمام، وشيء صحي وسليم نفسيا واجتماعيا وجسديا إلى آخره، لكن كما ذكرنا بقوانين، يعني نختار الشخص المناسب، الشخص الثقة، الشخص الواعي، إذا نصحنا ينصحنا بطريقة جيدة اللي تساعدنا على ترجمة هاي المشاعر لإشي يعني جيد، مو إنه هاي المشاعر يعني تصير شيء سلبي أو تعمل مشاكل زيادة أو يصير فيها فوضى إلى آخره. 100%. طيب دكتورة، اليوم بدنا نعطي هيك نصائح للأشخاص اللي قاعدين عم بيحضرونا بخصوص هذا الموضوع، إن كانوا من الناس اللي ما بيعرفوا يفضفضوا أو ما بحبوا يفضفضوا، أو إن كانوا من الناس اللي دائما بيحكوا ما عم بيعرفوا لمين بيحكوا، يعني عم بيحكوا لكل شخص بيشوفوه قدامهم بيفضفضوا له. أنا والله بشوف طريقة فضفضة جيدة، يعني هي على مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي الكل بيكتب عن حالاته، بيكتب شو حسه، بيكتب حسبي الله ونعم الوكيل لازم عرفتي كيف. فحسيت والله إنه هاي مواقع التواصل الاجتماعي أعطت الناس فرصة تحكي، صح أو الناس تسمعها. زمان كان واحد واثنين يسمعوك، هلا عم بيسمعوك عم بتفضفض للآلاف. فهذا يعني أنا بالأول كنت بنتقد، بقول ليه يعني بعرضوا حياتهم الشخصية، ليه بيحكوا عن مشاعرهم للعموم وهاي، بس اكتشفت يلا أوكي شيء جيد، يعني بناخدها بشيء إيجابي إنه هو عم يحكي فهو ارتاح. طبعاً يعني أكيد يعني يمكن بحدود، يمكن كمان أكيد طبعاً كل شيء بقوانين وكل شيء بحدود وكل شيء بتنظيم. تربية الأطفال أيضاً دائماً من الصغر إنه نعطي مساحة للولد إنه يعبر، يحكي، يبكي، عادي، هو إنسان في النهاية عنده تفاعلات وعنده عواطف متقلبة وعنده مزاج متقلب يعبر. نعودهم كيف يختاروا أصدقائهم، لمين يحكوا وإيش يحكوا، مو كل شيء يحكوه. مثلا في أنواع من الفضفضات سيئة جدا، هي الفضفضات عن العلاقات الزوجية والحياة الزوجية، هي جدا سيئة لأنها يعني بتبعد عن الخصوصية، ما بتحترم قدسية الحياة الزوجية، ما بتحترم الشريك إلى آخرة. يعني الفضفضة كمان أنواع، ايش الاشياء لازم نختار، ايش الاشياء لازم نفضفض فيها ولمين وفي حدود معينه، وما نكون صفحه مفتوحه للجميع طبعاً. لا، مو انه الفضفضه مفيده انه انا انشر كل حياتي وانشر كل نشاطاتي وانشر كل شيء يعني بخصني، لا، الخصوصيه مهمه، يعني الفضفضه مهمه بس الخصوصيه اهم. اكيد طبعا دكتوره، بصراحه نصائح أكثر من رائعة اليوم قدمناها لمشاهدينا، نتمنى أن الجميع يستفادوا منها، وشكرا جزيلا لك ولوجودك ويانا. أهلا، شكرا. شكرا لك دكتورة. أهلا.